يسعد لي صباحكم مساكم بكل خير. ببدأ وياكم تكملة لسلسلة برامج مفيدة للسفر. هذه السلسلة موجودة حاليا في قناتي باليوتيوب، وبإمكانكم مشاهدة بعضها في حسابي بتويتر. أما حاليا عندنا برنامج اي تاكسي خاص للتكاسي المواصلات في اسطنبول، وخاص لبلدية اسطنبول، وبنتكلم عنه وبنذكره لكم إن شاء الله. ومثل ما تشوفون هذه السماعة قبل ايام تكلمت عنها وفتح الصندوق، هي ممتازه من ناحيه الاوامر الخاصه بجوجل ناو مع اجهزه هذا ايقونه البرنامج اي تاكسي. ولكن في شغله بسيطه لازم اوضحها لكم، ما في لغه انجليزيه ولا في عربيه، لغه تركيه بسيطه. ولا والحلو ان الحلو بس انا اشوف الحلو ان معتمد من بلديه اسطنبول، وهذا شيء حلو، لان بالمقابل شركة اوبر، وانتم عارفين المشاكل بين اوبر والحكومة، موضوع ثاني. زين طلعوا برنامج اي تاكسي ونشوف اسعاره ونشوف البرامج، والله يخلي ترجم لنا ترجمة جوجل اللي وضحت لي بعض الشغلات حتى استخدم البرنامج، لان اول البداية معقد. خلينا نشوفه. البداية الله يسلمك، ولما تنزل البرنامج بيعطيك الخيارات التالية، هي الاسم والعنوان والتلفون، أهم شيء التلفون حتى يتفعل هذا البرنامج، والإيميل. خلنا نذكركم بالضبط، نضغط المنطقة، أنا حطيت اسطنبول، الاسم يا خالد، رقم التلفون والإيميل، وبعدها نضغط كذي. هذا البداية، ولما يفتح البرنامج يوصل لك إشعار بخصوص المسج للتفعيل، وتفعل البرنامج زي الورد، ويرسلون لك بعد تفعيل خاص وين على الايميل. نوصل الى البطاقات، اذا عندك ماستر بامكانك تشحنها بحد المكان. ممتاز، الحين نرجع الى البرنامج والقائمة الرئيسيه. عندنا طريقه حسبه المواصلات، في اكثر من نوع من السياره، نضغط كذي. خلنا نختار هذه الثلاث سيارات، هذه ثلاث فئات من السيارات الموجوده لايجار التاكسي. حلو حلو، نوصل الى البداية هذه، حدد موقعك، اوكي، نضغط على هذه، بعدين نضغط الثانية. نفرض بنروح الى، نقول برج غلطة، نروح الى برج غلطة، اوكي، بالمكان هذا، بنقول بالمكان، نفرض كذي، نضغط على هذه. لا ما احتاجه. شو معطيني؟ شنو معطيني؟ السعر 14 ليرة. خلينا نشوف السعر الثاني، نفس الشيء، لحد ب 20. شوف طريقة المواصلات، حلو، يلا نفس الشيء، ممتاز. ونرجع إلى القائمة الرئيسية مرة ثانية، ونضغط كذي. البداية كانت مع البطاقات، الثانية مع الحسبة، الثالثة المفضلة، الجرس هذا للتنبيهات، وهذا الكود الخصم، وهذه التواريخ الرحلات، والأخير هي الاستفهام والعلامات، نقول استعلام. هذا البداية، هذه إذا كان عندك شكوى وغيره، أكثر الناس بتصير عندهم شكوى. خلنا نرجع مرة ثانية، حلو، خلنا نستخدم البرنامج. ترى في رقم موجود هنا، هذا الرقم الخاص بإمكان، ولا استخدام البرنامج. نبدأ البداية مع الأولى هذه، تضغط كذي بالصفحة، تطلع لك الصفحة الرئيسية مثل هذه بالضبط. هني انواع السيارات، هي انواع التكاسي الموجوده هني، الله يسلمكم، كاش ولا فيزا وغيره. نضغط على كذي يبين لنا الشغلات الموجوده والخيارات. نرجع مره ثانيه، وهني مثل ما تفضلت قبل شوي قلنا تكاسي، وهذا الاسعار. نرجع مره ثانيه ونبدا مشوارنا، وبنستخدم استخدام، هنشوف، نضغط على هذه الذهاب الى، صح احنا ضغطنا ذهاب، الحين نضغط كذي موقعي، وبعدين يعطيني يقول لك بتذهب الى اين. حلو، طلب تاكسي، خلينا نشوف، ننطر التاكسي، كاش، كل شيء، الحين تجربة عملية فعلية مباشرة لهذا البرنامج، ولا الحين ننطر التاكسي، ننطر وننطر. حلو، يلا أبشركم، مستقبل واحد هذا اسمه، نضغط عليه،
شنو حتى ماكو شيء معلومات عنه ماكو، بإمكانك اتصال عليه. المسافة، شوف المسافة الحين بيوصلني، هذا موقعي 5 كيلو يوصلني يعني. حلو، بس هذا الطريق، هذا التاكسي بيوصل. اوكي، عرفت الميزة، عرفت الشكل، احنا بنلقيها مرة ثانية ونشوف الألقاء شنو طريقته. يعطيني خيارات، والله انا ما ادري الخيارات هذه باللغة التركية، بس خلنا نختار الاولى خلاص وبس. هذا طريقة البرنامج، اتمنى يكون مفيد للجميع ويكون له الفائدة لكم باسطنبول. هذا التكاسي حولي اونلاين. ومثل ما شفتوا بالسنابة السابقة، بطاقة اسطنبول موجودة. هذا شيء طيب وشيء حلو، فيها رصيد بإمكانك تستفيد من هذه البطاقة لتاكسي، حتى ما يطلب منك التاكسي زيادة ولا أو ياخذ الباقي يسحب عليك. لا لا، عندك البطاقة استخدمها. أنا أشوف هذا خيار حلو ممتاز لهذا البرنامج. وخلنا نجرب البرنامج مرة ثانية من موقعي في سلطان أحمد إلى منطقة رتثوي. هذا المبلغ مثل ما تشوفون 23، المسافة حوالي نقول 8 كيلو. ونضغط، شوف حط البطاقة والتاكسي. مشكلة شنو؟ نوع واحد من التاكسي، الثاني ماكو، مو مشكلة. نرجع ونطلب تاكسي نشوف. حلو، من موقعك ونضغط كذي، لا نشوف ما في. ونضغط مرة ثانية ونطلب اوردر جديد ونشوف. طبعا بيطول سناب اللي تم استقبال اكثر من اوردر، وتم الغاء اكثر من اوردر من اصحاب التكاسي نفسهم. سحبوه علي بالعربي، بامكانه يلغيه يعني ما يحتاج يرد عليك. هذا واحد. اثنين، شفتوا السناب السابق، بامكان راعي التاكسي يتصل عليك عبر البرنامج نفس الواتساب. شيء حلو وشيء طيب، ولا مو دولي، عن طريق البرنامج نفسه. والاخير، نتمنى من بلدية اسطنبول، دام انكم نزلت البرنامج، حولوا الى اللغة العربية او الانجليزية. وشكرا لكم على هذا البرنامج. وبالاخير، اتمنى يكون البرنامج مفيد لكم وشرحي مفيد لكم يا متابعين الأحباء والأعزاء. وشكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا النشر، ومع السلامة.